عربي مبارك هو عندنا ودخل في باريس، كان في باريس ودخل على استدعاه صحفي، استدعاه صحفي وبقى كيهضر معاه، دار معاه شي جواب، قال له يا ريت كون كانت عندها بالون ذكر درتي لنا جونكلاج هنايا دابا قدنا. قال له ما كاين مشكل، واه السله ديال المهملات هذا وقبتها وبدا كيهضر، ما طيحهاش بقى كيلعب بها. وهنايا دارت هذيك الصوره، فرنسا كلها شافت هذيك الصوره ديال انه ضرب سميتو سله المهملات ضربها بالطالون، كانت شي حاجه عمرهم ما شافوها. وتتبين انه كان بحال اللي كيقولوا ماجيسيان دي فوتو، كان واحد الانسان اللي ساحر كره القدم. شهرة العربي بن مبارك تجاوزات حدود المغرب وفرنسا واسبانيا، حيث تعرف بالجوهرة السوداء واللاعب المغربي اللي روض كرة القدم، ولذلك كان ظاهرة كروية ولاعب تميز بأخلاقه الفاضلة، واعتبروه الكثير خير سفير المغرب في قارة كرة القدم. في باريس، كان في باريس ودخل على استدعاء صحفي، انا مشيت تشيلي ما خليتش الجواب، قالوا العربي باركت يا ريت كون كانت عندها بالون ذكر درتي لنا جونكلاج هنايا دابا قدنا. قال له ما كاين مشكل، واه السله ديال المهملات تقول لهم المغرب، كل لك المغرب كاش ولا كل كنعرفو شي بزاف، كتقول لهم العربي مبارك تقول اه لا بيغ لا نيغا درت هذيك الصوره شي وهذه من المسائل اللي شفت هذيك الصوره انه ما كتعطيش لكل واحد سميتو خليت في مهمه زياده على فرنسا اسبانيا ما دارتش شي حاجه ما هما شافوها واخا كتمشي لفرنسا داك الشيء ديما طربوش ماجيسيان دي فوتو كان سيتي لو سامبول ماروكان ما عمر ما حيد هو الطربوش ساحر كره القدم حتى هذا الاستاد الفرنسي والله شهرة العربي بن مبارك تجاوزات حدود المغرب وفرنسا وإسبانيا، حيث تعرف بالجوهرة السوداء واللاعب المغربي اللي روض كرة القدم، ولذلك كان ظاهرة كروية ولاعب تميز بأخلاقه الفاضلة، واعتبروه الكثير خير سفير المغرب في قارة كرة القدم. أنا مشيت تشيلي ما خليتش تشيلي، عملت المكسيك كيعرفوا العربي بارك أكثر من المغرب، تخبعش عليك أولدي، كتكلم على بلغة كيقول لك العربي مبارك، تقول لهم المغرب كل لك المغرب هي كنسمعوا ولكن ما كنعرفوش بزاف، كتقول لهم العربي مبارك كيقول اه لا بيغ لا نيغرا، اه سي سي اه وي، وهذه من المسائل اللي هي من المعجزات ما كتعطاش لكل واحد، ما خليت فين مشيت زياده على فرنسا اسبانيا ما تذكرش بها. العربي مبارك واخا كان تيمشي لعب فرنسا داك الشيء ديما طربوش. سيتي لو سامبول ماروكا ما عمر ما حيد هو الطربوش، مشى حتى من بعد ستاد فرونسي والله كيف كاغ دو ليون طربوش وكراسه، دونك العربي طربوش والصلاح.